إذا لم يتمكن الإنسان من ختم القرآن الكريم في رمضان وهو يؤم مجموعة من المصلين، ماذا يجب عليه؟ لا شك أن قراءة القرآن في رمضان سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن، وذكر أهل العلم أنه ينبغي للإمام في قيام الليل في التراويح أن يختم بهم القرآن، أي بالمأمومين خلفه، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الاستحباب إن تمكن. وإذا كان يشق على المأمومين أن يجمع بين الترتيل والتدبر وبين إنهاء الختمة، فإن التدبر والترتيل والطمأنينة في الركوع والسجود أفضل من مراعاة الختمة، ولا شيء عليه إذا لم يختم بهم القرآن. نعم.